افتتح الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر مسجد الاحياء بمدينه الغردقه اضافه الى مسجد اخر بمدينه القصيره، كما تم فرش 7 مساجد بالمحافظه. بالفعل من ناحيه اخرى تفقد مسؤول وزاره الاوقاف ومحافظه البحر الاحمر المرحلة الثانية من مشروع مدينة الحرفيين بالغردقة للوقوف على مستجدات جاهزيتها قبل طرحها للبيع لأبناء المحافظة. وتستمر الدولة المصرية في إعمار بيوت الله على مستوى محافظات الجمهورية، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف للعناية بالمساجد يأتي افتتاح وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر لمسجد الأحياء بمدينة الغردقة تزامنا مع افتتاح الوزارة 71 مسجدا جديدا على مستوى الجمهورية. لا شك أن الدولة المصرية تبني ولا تهدم ما تم من مساجد على مستوى الجمهورية، وهنا في محافظة البحر الأحمر في 6 سنوات ما هي عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلة غير مسبوقة. احنا اليوم في محافظة البحر الاحمر هنا افتتاح مسجدين، هذا المسجد ومسجد اخر في مدينة القصير، والان في مسجد ثالث الان ربما يتم فتحه الاسبوع المقبل جاهز الان او الذي يليه على الاكثر. مع توقيعنا للبروتوكول مع احد البنوك وبعض التيسيرات المسألة بدأت تاخد شكل اخر، وزي ما معالي قال هنروح ونشوف بنفسينا النهاردة وان شاء الله تكونوا موجودين معانا ماذا تم في هذا الموضوع. ايضا احب اشير لحاجة ان انا النهاردة في لقاء مع سيادته تطرقنا لاحد الموضوعات ايضا على نفس نمط الموضوع بتاع الحرفيين، جاري دراسته ان شاء الله، وهو يمكن ان شاء الله باذن الله وزارة الأوقاف أيضا تشاركنا في سوق الدهار اللي هو هيكون السوق الجديد استكمال المراحل بتاعته، وإن شاء الله يكونوا شركاء لينا في هذا الموضوع. إحلال وتجديد وصيانة لبيوت الله عز وجل وبناء على طراز معماري فريد، نهج وزارة الأوقاف في الاهتمام بالمساجد والصورة أبلغ دليل. ومن افتتاحات للمساجد الجديدة بمدينة الجمال الغردقة إلى تفقد المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين، المشروع الذي يعد ثمرة تعاون مثمر بين الأوقاف ومحافظة البحر الأحمر في مجال المشروعات الخدمية الهادفة إلى إخلاء الغردقة من الورش الحرفية وتجميعها في مدينة واحدة مع التيسير على المواطنين، ما ينم عن رعاية دولة لمختلف شرائح المجتمع كافة. تفقد لمدينة الحرفيين من مسؤول الأوقاف ومحافظة البحر الأحمر للوقوف على جديد أمرها والبدء في مشروعات غيرها. احنا سابقا كنا الحمد لله انتهينا من تنفيذ المرحلة الأولى بحوالي 430 وحدة أو ورشة ومعرض، والحمد لله كمان احنا عملنا مزاد على هذه المعدد لعدد محدود من المحلات، الحمد لله تم بيعها جميعها في حدود حوالي من 50 ل 60 ورشة. طبعا بزيادة معالي الوزير احنا اتفقنا ان احنا ننتهي من المرحلة الثانية ان شاء الله لحوالي 300 ورشة سكنية. النهاردة عندنا لسه كان في افتتاح لمشروع سوق الخميس في المطرية، وكان عندنا سوق الخضار والفاكهة في المنيا، والنهاردة احنا على ارض محافظة البحر الاحمر لمدينة الحرفيين التي تقام على مساحة حوالي 71 فدان باجمالي 1386 ورشة تم بيع منها في الفترة اللي فاتت حوالي 60 ورشة، وسوف يتم تسليم 300 ورشة في العيد القومي للمحافظة في 31/12 ان شاء الله. بعدد من المشروعات المتوازية الساعية الى البناء والتعمير وبإعمار المساجد في مختلف الجمهورية، وزارة الأوقاف تسعى إلى تقديم كل ما هو جديد. من مدينة الغردقة، وليد هيكل، التلفزيون المصري.